أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل ما وراء الحدث. وإحنا بنشكر حقيقي العاملين في قناة الصحة والجمال على المجهود الخارق اللي هم بيعملوه، وقناة الصحة والجمال قناة الأسرة المصرية. الحقيقة احنا البرنامج في البداية قلنا برنامج توعوي لدعم الدولة المصرية، واصبح البرنامج من خلال تفاعل المحافظات خلال الاسبوع الماضي هو برنامج لصوت الضعفاء ولنصرة المظلومين. واحنا عرضنا الحلقة اللي فاتت ثلاث مشكلات: مشكلة المستثمر المصري، ومشكلة قرية الرياض ببني سويف، ومشكلة قرية أخميم أو جنوب أخميم الخاصة بالجزيرة، وعرضنا الفلوكة التي تنقل التلاميذ. إيه المردود؟ المردود مشكورا محافظ بني سويف استجاب للبرنامج وقرر زيارة قرية الرياض ببني سويف، وحقيقة أهالي القرية مشكورين دعوني لهذه الزيارة ردا للجميل والفضل الله عز وجل وليس للبرنامج. واللي أسعدنا أكتر أن 175 واحد من أهل القرية دخلوا حزب المؤتمر، يعني الشخصي يعني الضعيف حبا، حيث أنني المستشار الإعلامي لأمانة حزب المؤتمر بحلوان، وأنا بشكرهم أن هم يعني قاموا بهذه المبادرة حبا في الإعلامي فهمي سرحان، وانا ان شاء الله بوعدهم من خلال البرنامج بالزياره. المشكله الثانيه، المستثمر المصري استجابت وزاره السياحه حقيقه واغلقت الروف المشكله، ولكن في جزء خاص بالمستثمر المصري وهو معاه جنسيه اخرى له ربع الفندق ما خدش حقه حتى الان، وقلنا له حق الرد موجود. هو وعد الحلقه اللي جايه او اللي بعدها هيظهر في البرنامج عشان يطالب السلطات المصريه بحقه في ربع الفندق. أما أخميم حتى هذه اللحظة لم تحل المشكلة، فبنطالب السيد محافظ سوهاج مشكورا أن هو يوفر وسيلة نقل يعني آمنة لقرية أخميم أو لأطفال قرية أخميم. برضو الحلقة اللي قبل اللي فاتت عرضنا مشكلة 15,000 صياد، والحقيقة الصيادين اتواصلوا معايا ولحد الآن لم يتم حل المشكلة، وطبعا بيوتهم اتقفلت لأنه قايمين على حرفة الصيد كما تعلمون. فبنخاطب السيد مدير ميناء الدخيلة مشكورا أنه يديهم تصريح الصيد، لأن هم بيصطادوا بقالهم 50 سنة. والنهاردة يعني معايا الأستاذ الفاضل الأستاذ يعني ناصر شبل، والأستاذ ناصر شبل يعني ضيف كان معنا في حلقات سابقة، وهو غني عن التعريف أمين تنظيم حزب المؤتمر بحلوان، ومعاه سيادة المستشار سيد الحداد برضو المستشار القانوني لحزب المؤتمر في حلوان. أهلا وسهلا أستاذ ناصر شبل. أهلا بك، شرفنا. إحنا من أنشطة الحزب كما نعلم في لجنة فض المنازعات. تمام. ايه دور هذه اللجنة، وهي اخر حاجة قام بها الحزب يعني لفضل المنازعات في الحقيقة؟ انا بس عايز اشكر قناة الصحة والجمال ان هي دائمة طبعا في استضافة برنامج حضرتك، والبرنامج طبعا من خلاله بيتم عرض قضايا بعض البسطاء اللي مالهمش قناة يقدروا يتصرفوا من خلالها او يتفاعلوا من خلالها يعني. فدي بداية طيبة. انما احنا طبعا معنا المستشار سيد الحداد ومعنا الاستاذ عصام الجهيني في لجنتين لفض المنازعات، فضها بالطريقه العرفيه عن طريق الاستاذ عصام الجهيني، وفضها بالطريقه القانونيه عن طريق المستشار سيد الحداد. طبعا في مكتب داخل الامانه لاستضافه اي حد كمان يكون عنده مشكله ولا يقدر على دفع اتعاب محاماه. طبعا انا المفروض ما اقولش الكلام ده، المفروض ان احنا هو هيقول عن نفسه يعني. انما احنا جات لنا في الايام اللي فاتت دي موضوع طبعا خطير هكلمك عليه بس بعد ما اترحب بالاستاذ سيد.
اهلا وسهلا استاذ اهلا سيد، حضرتك في يعني المكتب. اهلا ومرحبا بحضرتك معنا في البرنامج. اهلا دور بحضرتك. اللجنه يعني فضل منازعات في الحزب، ايه دورها؟ هي دور لجنه المنازعات، بس انا هبدا بس اجدد شكر لحضرتك ولقناه الصحه والجمال على اتاحه الفرصه للحزب ولغير الحزب ان هو يبدا يطرح افكار ويحاول يساعد في حل مشكلات ايا كان في داخل الوطن المصري. فكلنا عايزين نقدر نبقى نسيج، فعلا نسيج واحد، ان احنا نحل المشاكل الموجوده، ومحدش فينا يبدا يتنحى عن دوره المهم، لان لو كلنا تنحينا عن دورنا المجتمع هيكون بلا هويه. مش الدوله بس هي اللي هتقوم بدورها، احنا برضه عندنا دور. فمن خلال الحزب بنعمل كقناه اتصال ما بين المواطن والجهه التنفيذيه او المسؤول. فمش كل المواطن هيقدر يروح للمسؤول، فبيتوجه للحزب. من خلال الحزب في عده لجان، من ضمنهم اللجنه القانونيه ولجنه فض المنازعات. بيتعرض علينا الموضوع، بنبدا نبحث الموضوع هل هو لسه نقدر نحل الموضوع في بدايته كودي، ولا الموضوع دخل في الطور القضائي، ان احنا نبدا نشوف وصل لحد فين، هل في تحقيقات مفيش تحقيقات. في تحقيقات بنبدا نحاول برضو نحل النزاع ليوصل للنهايه. طيب، احنا استاذن حضرتك فاصل وهنرجع لك مره ثانيه. فاصل ونرجع مره ثانيه. رجعنا لكم الفاصل، وبعد ما رحبنا بسيادة المستشار هنرجع للأستاذ ناصر. يعني ايه آخر حاجة جات لكم الحزب، يعني مشكلة يعني وحلتوها ازاي؟ هو بس قبل ما نتكلم في المشكلة، في طبعا بنهني الإخوة الأقباط بعيد القيامة، طبعا كان يوم السبعة اللي فات. فطبعا احنا بمناسبة العيد الجديد يمكن عملنا زيارة في المعصرة، أنا بعتز بيها جدا، للأنبا فيلوغتير بابا الكنيسة بتاعت العذراء وأبو سيفين. فالراجل رحب بينا ترحيب يعني لا مثيل له بصراحة، وده بيرسخ روح الوحدة الوطنية بين المواطنين. وفي الوقت اللي احنا عايزين نرسي فيه مبادئ الوحدة الوطنية والاستقرار وعدم التهور على بعضينا والكلام ده، نبص نلاقي أسرة فاتحة على نفسها باب جهنم. ازاي؟ جالنا واحد اسمه الأستاذ صبحي. فالراجل ده هو منين أستاذ صبحي؟ من مصر القديمة، نسبة خير الله. نسبة خير الله في مصر القديمة. ده اللي خلانا نعرضه على الأستاذ سيد. الراجل ده الواحد بيعز عليه انه يتكلم في حاجة زي كده. ليه مشكلة؟ مشكلته ايه؟ هو فتح باب رزق، مكنة بتاعت فرم خشب، مخلفات، يعني راجل بسيط على قده. نبص نلاقي واحد قريبه ليه سطوة كبيرة في المنطقة، عايز يمنعه من انه يشتغل، وده طبعا فتح بيوت بتاع 10 أسر. 10 أسر بيستنفعوا من ورا الشغلانة ديت. فما ينفعش ان هو يحتكر المهنة لوحده عشان معاه فلوس. فدي طبعا مشكلة يعني هي جديدة اللي احنا معاصرينها اليومين دول. فالأستاذ سيد طبعا عرضناها عليه وهو متولي. طيب المشكلة يا أستاذ سيد، ايه الخطوات اللي حضرتك خدتها في مشكلة الأستاذ صبحي بتاع عزبة خير الله في مصر القديمة بتاع كسرة الخشب؟ هي المشكلة بتتلخص في ان في شخص بالتحديد بيقوم باحتكار المهنة نفسها اللي الشباب ديت بتتخذها وسيلة للرزق. فهي عبارة عن بتكسير الخشب دوت، هما كانوا بيعملوه بدون مقابل الأول، يعني كانت الورش ورش النجارة، هي ورش نجارة بتقوم بتصنيع الكونتر، فبيتبقى كسارات خشب، فضلات يعني فضلات. فكان الشباب ديت ده مشروع، احنا بندعو الشباب للعمل.
فهو بدأ بالفعل بمجموعة شباب وأسر يتخذ من هذه الحرفة مورد رزق ليه، فبدأ يجمع الحاجات دي ويبدأ يوزعها ويسوقها بطريقته. فبدأ ظهر الشخص ده وقال لا انت مش هتاخد الحاجات دي من ايه، من هنا. يعني هو كان بياخد جزء، يعني المنطقة ديت تتكلم عليها أستاذ فيها كم ورشة مثلا؟ فيها أكتر من 100 ورشة. هم صبحي كان بياخد كم ورشة منهم يشتغل؟ هو كان واخد حوالي 15 ورشة. يبقى إذن في 85 ورشة. طب ليه الراجل أو يزيد أو يزيد الراجل ليه يعني مش عاوز يدي الصبح مثلا ال 15 ورشة وقدامه 85 ورشة مثلا؟ هو مانع إن هو يشتغل ويعتمد على نفسه، لو عاوز يشتغل يشتغل من خلاله بس، لكن لوحده ما يشتغلش ولا يحط مكنة ولا يبدأ يشتغل في الإيه؟ في المجال ده. فاحنا بدأنا نكلمهم بطريقة ودية، ان انت مش هتضر لو الراجل دوت مثلا اشتغل. ايه وجه الضرر؟ هو يعني على ما نسمع ونعرف مقتدر ماديا، فايه وجه الضرر اللي هيعود عليك لو الراجل ده شاب؟ يعني الشاب ده النهاردة لو ما اشتغلش هيروح فين؟ وهو دلوقتي المصدر اللي هو بيتكلم فيه واللي بيشتغل فيه مصدر رزق حلال. لو مصدر حرام او مصدر مخالف للقانون نقول لا، لكن النهارده بنطالب الشباب كلهم بالعمل وايجاد وسيله عمل. طب ما وسيله العمل موجوده، احنا لما نحرمه منها منعه يشتغل في اي ورشه تماما، بقاله اكتر من شهر مش قادر يشتغل وترك كل الابواب الوديه لحد برضه ما بدا يلجا لنا كحزب مؤتمر عشان خاطر نساعده في حل المشكله. واحنا ما زلنا برضه بنترك الباب الودي لهذا الشخص ان احنا هنحاول نحل الموضوع معاه وهنسيبه يشتغل، لان هو مش هيضر ومش واخد حاجه. يعني هو حتى قال لك احنا هناخد فلوس من الورش، محتاجه فلوس طلع الايه الكساره ديت، فهو ما منعش. طب انا معايا الاستاذ صبحي خير الله صاحب المشكله اللي احنا بنتكلم فيها. اتفضل يا استاذ صبحي. مساء الخير يا استاذ سامي، عليك وعلى ضيوفك. مساء النور. حضرتك انا هخش في الموضوع حضرتك، انا كان معايا 15 ورشه بلم مخلفاتهم مجانا. جه واحد قريبي تمام معاه فلوس وحالته ميسوره وابراج، فهمت ازاي؟ قال لي انا هاخدهم، خدهم بالبلطجه، حاولنا نحلها ودي. طب انت ليه؟ طب احنا ما احنا بناكل منهم وبنوكل عيالنا دخل يوم بيومه. قال لي انا هاخدهم كده مزاجي كده. انت ده حاولنا نحلها سلمي مفيش برضو اي حلول. تمام؟ جه حضرتك انا اجتمعت انا واربعه معايا، احنا 10 اسر اتشردت. جمعت اربعه معايا وجبت مكنه من 4 شهور. لما خد مني جه في المخزن اللي انا ماجره وجه جنبه وعمل مكنه ضخمه. وجيت فكرت امبارح ان انقل المكنه دي عشان خاطر اجيب حتى شغل عنه اوكل عيالي. جه وحكم عليا بالبلطجه ان المكنه ما تتحطش، وفعلا ما حطتهاش، وخلى الناس اللي انا ماجر منهم المخزن يقولوا لي ما تحطهاش، وقال لي مش هتحطها. قلت له انا هشتكي، هددني، قال لي لو اشتكيت هخطف عيل من عيالك لا اما هضربك بالنار، انا معايا سلاح مرخص. هو حضرتك الحكومه بترخص السلاح للناس دي حمايه ولا بلطجه تحت مسمى رخصه سلاح؟ انا حضرتك على الهوا بقول اي حاجه هتحصل لي ليا انا وعيالي هيبقى عاطف عم نعم وشهرته عاطف ابو لابو، وحماده عم نعم وشهرته عاطف حماده ابو لابو. وحضرتك انا بناشد اي مسؤول في الدوله يجي يقيم لنا الورش دي بثمن محدد عشان ما نبقاش لعبه لاي حد، بثمن محدد، ويعمل لي سجل تجاري وضرايب وانا ادفع ضرايب على شيل المخلفات دي، بس يحدد لنا سعر معين. تمام، يعني اذا الورش ديت حضرتك مش مرخصه اساسا؟ مش مرخصه ولا بيدفعوا ضرائب. وهو حضرتك عنده ابراج هو واخوه في هنا في عزبه خير الله 10 ابراج، وفي الهرم وفي المقطم وكافيتريات، وبرضه ما بيدفعوش ضرائب. يعني متدربين برضه ضريبيا نفس مشكله الحاله اللي فاتت. مدربين حضرتك وعاملين بفلوسهم نفوذ ان هم يسرقوا قوت الغلابه. حضرتك انا دلوقتي ممكن انا دلوقتي خلاص. طب احنا بنطالب مصلحه الضرائب انها تروح عزبه خير الله ل 100 ورشه خشب، ده رقم واحد متربه ضريبيا. للاستاذ اللي انت ذكرت اسمه قريبك برضه من خلال يعني المعلومه منك انت مش مننا احنا، يعني البرنامج ليس له ادنى مسؤوليه. لو هو فعلا مترب ضريبيا احنا برضه بنبلغ، لان يعني الدوله محتاجه كل جنيه. يعني السيد الرئيس عمال يجيب من الشمال واليمين وعمال يعمل مشروعات،
يبقى احنا لما عندنا 100 ورشه متربه ضريبيا بقى لها 20 سنه، عندنا راجل اللي هو قريبك ده متهرب ضريبيا بابراج، وحضرتك بفرض عليك السلطه بالبلطجه حضرتك، يعني ايه رخصه سلاح وحضرتك بيهددنا ان اي حاجه هتحصل ليا انا بقول عليها انا ولا عيالي هو المسؤول، وحضرتك تمام انا حضرتك دلوقتي بناشد كل مسؤول في الدوله، انا حضرتك دلوقتي انا اقدر اتحمل الجوع على نفسي يوم واثنين، مش هقدر اتحمل على الاستاذ، ممكن سكه غلط يحاسبني عليها القانون زي ما القانون هيحاسبني على الغلط يجيب لي حقي. احنا بنطالب محافظ القاهره اولا، وبنطالب السيد رئيس حي مصر القديمه انه ينزل عزبه خير الله، والاستاذ صبحي ما عندوش مانع انه يرخص القصاره ويدفع الضرائب اللي عليه، والباقي يرخص ونقنن الموضوع، وطالما ده اكل عيش وفاتح بيوت الدوله بتدعم، الدوله بتدعم العمل الخاص، لان الدوله اساسا ما عندهاش رفاهيه انها تعين حد بناء على كمية الديون اللي احنا بنسددها. يبقى اذا احنا مع العمل الخاص، والسيد الرئيس نفسه، السيد الرئيس نفسه بيشجع الشباب وبيشجع المشروعات، ده كمان عامل في البنوك قرض للمشروعات الصغيرة اللي الناس كتير ما تعرفش، يعني انت لو رحت اي بنك الان هتاخد قرض من 5000 لعشر تلاف انك تبدأ مشروع. يبقى اذا الدولة مش مقصرة. التقصير دلوقتي بنخاطب حي مصر القديمة ينزل، ده معلوماتي كمان قبل الحلقة ان الورش فرشة الخشب في الشارع، يعني حتى مستغليها الشارع، وبياخدوا كهرباء مجاني مفيش عدادات، وبياخدوا مية مجاني، حتى الارض اللي هم ساكنين فيها ارض املاك دولة. طب فين حق الدولة؟ فين حق الدولة من الاموال؟ كمية الاموال دي لو احنا لميناها هنقدر ندعم، هنقدر ان احنا ندعم التأمين الصحي، هنقدر ندعم المدارس. سيادة المستشار، ايه الاجراء اللي انت خدته مع الاستاذ صبحي رقم واحد؟ يعني والله هو الاجراء اللي احنا ناخده، احنا لسه ما بدأناش ناخد اجراءات قانونية، بس احنا حابين نحاول نحل يعني بعد التهديدات دي، يعني هنحمل اسرة دي ازاي بعد التهديدات؟ طبعا هنضطر اسفين ان احنا نحرر محضر في الاسم بكل التهديدات اللي هو قالها على الهواء مباشرة، ده طبعا بلاغ رسمي على الهواء، واحنا هنوثقه بمحضر رسمي في اسم الشرطة. وطبعا حزب المؤتمر بيتبنى الدفاع عن الأستاذ صبحي، لأن هو ما بيطالبش منا من حد، ده حق العمل، حق مشروع، ده حق الدولة. الراجل بيقول عاوز يرخص الكسارة يشتغل كورونا. لا هو سعادتك هو ما بيطالبش منا من حد أو بيتكفف الناس، ده هو بيطالب بحق مشروع بنشكره عليه، وبنطلب كل الشباب يحذو حذوه ويبدأوا يفكروا في عمل مشروع. احنا هندعمه بقوة، حزب المؤتمر هيدعمه بقوة، والنهاردة هنحرر محضر باللي تم واللي هو قاله على الهواء دلوقتي، وانا بضم صوتي ليه ان الحلقة دي يعتبر بلاغ رسمي لوزارة الداخلية. تمام تمام. بعد البلاغ حضرتك ممكن تتقدم بطلب لرئيس حي مصر القديمة بالترخيص، ولا هو اللي تقدم؟ لا هو انا هقدم، ما فيش مشكلة بالنسبة له، انا هقدم طلب رسمي للرئيس الحي بالتصريح والترخيص بالآلة الفرم الأخشاب، وهيحدد لنا مبلغ وهنرخصها وهنسجل في الضرائب وهنمشي قانوني. وبالمناسبة هندعو كل المنطقة اللي هناك، الدولة ليها حق. وده اللي كنت عاوز اتكلم فيه، احنا عندنا بالعمالة الغير اللي هي العمالة الفردية غير منتظمة للأسف، يعني ربنا يبارك لهم، احنا ما بنكرهش لهم الخير وربنا يرزقهم، بيكسبوا مكاسب رهيبة والدولة لا تستفيد، برغم ان هم بيستفيدين من الكهرباء مجاني ومية مجاني وتعليم ايه مجاني. يا ريت يا سيادة المستشار من خلالك، من خلال حزب المؤتمر، ان يعني تحاول حضرتك انك انت يعني تقنن لل 100 ورشة عشان حق الدولة. معايا مين؟ معايا احمد. منين؟ معايا الاستاذ عيسى من الجيزة. اتفضل يا استاذ عيسى. لو سمعت يا استاذنا، انا دلوقتي بغسل كلى وشبه كفيف. اتفضل. وعليا مدنيه بنك ناصر، كنت جايب كارد، فعاوز اسد الكارد ده، حد يسد لي الكارد ده وارجع المعاش تاني البوست عشان اقبض واصرف على غسيل الكلى. يعني هو المطلوب حضرتك يعني حد يسدد لك القرض بتاع بنك ناصر. حضرتك يعني اعمل بحث حاله لبنك ناصر
وقدم شهادة انك انت حضرتك كفيف ولا تتمكن من سداد القرض، ده رقم واحد. رقم اثنين هتتجه للسيدة وزيرة التضامن مشكورة، بتقابل كل هذه الحالات بنفسها وبتحل هذه المشكلة. اما بالنسبة للغسيل حضرتك اي مستشفى حضرتك بتختارها بتروح بيعملوا لك غسيل مجاني، وايضا المجالس الطبية المتخصصة بتصبح كل يوم على مصر بخمسة مليون جنيه علاج على نفقة الدولة. يعني اي واحد بيروح بتقرير طبي من مستشفى معتمدة للمجالس الطبية المتخصصة في مدينة نصر وبيقدم صورة البطاقة بيديله قرار علاج فوري على المستشفى اللي هو بيحددها. شكرا استاذ عيسى. معنا مين؟ الاستاذ احمد من المنوفية، اتفضل يا استاذ احمد. الو استاذ احمد، انقطع الاتصال. نرجع استاذ ناصر، واحنا في حلقات سابقه اتكلمنا، ما انا هقول لحضرتك يعني في حلقات سابقه اتكلمنا عن دور الاحزاب، وقلنا من الاحزاب اللي لها دور في الشارع حزب المؤتمر الحمد لله، وهو حزب اعمال لا اقوال. من هذا المدخل هتقول لنا ايه النهارده؟ لا انا عايز اقول بس ان شاب زي ده لما يلجا للجهات المسؤوله في المنطقه ومحدش يساعده، واحنا في حلوان وهو في مصر القديمه ويجي يلجا لنا، فلازم نقف ورا منه بقوه. يعني في قوانين بتمنع الاحتكار بتاع السلع اللي بتتباع في المصانع والشركات، يبقى انا هسيب واحد يفرض سيطرته على منطقه ويلم من الورش ويقطع ارزاق الناس؟ ما ينفعش كده عشان معاه فلوس. بعد اذنك مداخله مع معالي الاستاذه اميره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. لو سمحت انا عندي طفله ذو احتياجات خاصه وليها، وكانت بتاخد معاش وكده، المعاش ليها خمس شهور واقف. ما حضرتك انت لو متابعه معانا البرنامج الاسابيع السابقه احنا قلنا ان وزاره الاستثمار جددت المنحه بتاع البنك الدولي من اجل المعاش، فتم استئناف المعاش من 15/10، فكل الناس اللي كان لها معاش قديم وقف بتبدا حضرتك تقدم الورق من اول وجديد لمراكز التضامن الاجتماعي اللي في المراكز عندكم او في القرى. لو الموظف ما وافقش حضرتك بتتجهي برضو السيده الوزيره مشكوره عامله صفحه اللي هي صفحه وزاره التضامن الاجتماعي، حضرتك بتدخل على الرسائل بتكتب الاسم رباعي رقم البطاقه العنوان بالتفصيل المشكله بالتفصيل، وحضرتك بترد عليكي فورا وما تسافريش من البلد. لو ما حصلش رد هتتجه لوزارة التضامن في العجوزة. ده المشكلة عامة بتاع تكافل وكرامة أو بتاع التضامن. اتفضل يا استاذ. يعني لما يكون شاب زي ده وعامل هو وأربع أفراد مشاركة في حتة مكنة صغيرة كده حاجة بسيطة، ويجي واحد عشان معاه مال وعشان معاه سلاح وعشان فرض سطوته على المنطقة يقوم يجيب مكنة كبيرة ويمنعه هو من الشغل، احنا ضد هذا الكلام. وطالما لجأ لنا هنقف وراه بقوه من خلال المستشار القانوني للامانه بتاعت الحزب المؤتمر في حلوان، او احنا برضه هنسند هنروح لرئيس الحي هنروح لاي حد نطرق كل الابواب لحد ما الراجل ده ما فعلا ده بيشتغل شغل شريف، فلازم ان احنا على الاقل نسنده ونشجع النماذج اللي زي دي من الشباب. ان شاء الله احنا خطيبنا السيد محمد فقرا ورئيس حي مصر دي حاجه. احنا الايام اللي جايه ان شاء الله في حملات هتقوم بيها امانه حلوان ان شاء الله، يمكن بدايتها مع في الامانه يعني هنبدا حملات طبيه قوافل طبيه في اماكن متفرقه في حلوان، وفي حمله لا للادمان عاملينها مجانا، معانا الاستاذ شريف البرداويل متبني هذا الكلام. وللاسف ان في ناس حبايبنا من عزبه الوالده مع المهندس هاني عبد الله جمعوا عدد حالات كبير جدا، احنا اتخضينا لما سمعنا رقم يعني بيقول 300 حاله. فالحالات دي ان شاء الله الحزب يعني يتبنى علاجهم مجانا ان شاء الله. الحزب ان شاء الله حاجه جميله جدا يعني في الايام اللي جايه دي ان شاء الله. ده الدور اللي بنقول عليه حضرتك ونسمعك سمع كويس عن الحالات اللي زي كده. يعني هنعمل قوافل طبيه وهنعمل من خلال حمله لا للادمان دي يتم كل رصد الحالات اللي اترصدت هنعالجها ان شاء الله من خلال الحزب ان شاء الله عن طريق الاستاذ شريف البرداويل. معانا ام منه. الو السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الساهمين. الله يكرمك الله يخليك. مساء الخير عليكم وعلى ضيوفك. مساء النور، اتفضلي. والله حضرتك
انا تحت المشكله ان هي خليت عربيه الواسع على التلفزيون. اه حضرتك المشكله معايا ومع جوزي اللي انا مش عارفه جوزي هيشتغل ايه بعد ما ساب الشغل وقعد فيه. ده زوجه الاستاذ صبحي. اه انت حضرتك زوجه الاستاذ صبحي اللي كان لسه داخل دلوقتي معانا. حضرتك. اه اتفضلي. اه اتفضلي. ده مش صبحي بس ده 10 اسر. نفس بالظبط. يعني احنا عاوزين نمشي ما يرضي الله وعاوزين ناكل قيمه عيش بالحلال ومعانا 5 عيال وكذا حد يعني مش انا بس يعني 5 ستات معاهم عيالين معاها 4 واللي معاها 3 واللي معاها 5 مش لاقيين حضرتك اي فلوس لدم يعني دمرونا ما خلوش حلتنا حاجه حرام وبيهددونا ما احنا قلنا التهديد سياده المستشار هيتخذ بعد ما تعملوا له طبعا توكيل هيتخذ الاجراءات القانونيه وان شاء الله هياخد عليهم يعني تعهد بعدم التعرض وان شاء الله الحزب معاكي حزب المؤتمر في امانه حلوان هيتابع معاكي مع السيد رئيس الحي وهيتابع مع السيد المحافظ وعلى فكره يعني مش مشكلتك بس يا ام منى انا لمده اسبوع كامل جميع محافظات مصر يعني وده يعني فخرا للبرنامج كلهم يعني متواصلين معايا اما مشكلات او عاوزين وظائف وطبعا بوجههم لاماكن التوظيف او اللي عاوز يطلع في البرنامج كاعلامي لسه مبتدأ وان شاء الله هنشجع هؤلاء الاعلاميين يعني الشباب وهنعمل لهم ورش عمل ان شاء الله يطلعوا معانا في البرنامج دعما من البرنامج واحنا بنشكر الجميع وبرضو في مشكلات جات لي بس طبعا عاوزة ادلة عشان ما نتهمش الناس بدون دليل فانا قلت لهم هاتوا المستندات عشان في مراكز قيادية ما ينفعش نعرض مشكلة بدون دليل شكرا يا ام منى انا عاجبني في الست معلش عاجبني في الست دي وجوزها ان هم من خلال عرضهم للشكوى بيقول لك احنا مستعدين اننا نعمل سجل تجاري وملف ضريبي تمام. وندفع حق الدوله تمام تمام فانا بالتالي لو ابتدينا بيهم هيبقى دخل للدوله المنطقه فيها اكتر من 300 يمكن احنا قلنا في اكتر من 300 ورشه تمام. 300 ورشه نجاره تمام. وبنفس الطريقه دي فيهم ليهم مخلفات وليهم. ما الراجل يشتغل على 285 ويسيب لهم 15 بتوعهم تمام وايه المشكله وهي مش للدرجات دي يعني ان احنا نحتكر حاجه ونقف بيها حال ناس حرام يعني تمام معايا بعد اذنك معايا الاستاذ محمد من اسيوط مساء الخير يا فندم اتفضل يا ريس مساء النور عندنا مشكله احنا المشكله هي معايا مش مشكله فرديه تخص اتفضل. كل معلمين الصف الثاني الابتدائي على مستوى الجمهوريه اتفضل يا ريس احنا السنه اللي فاتت كنا بندرس لسنه اولى اللي هي نظام التعليم الجديد فنزل حافز إثابة لرياض الأطفال وسنة أولى، رياض الأطفال صرف الحافز الإثابة ده السنة اللي فاتت وسنة أولى إحنا ما صرفناهوش. نزل قرار السنة دي إن إحنا نطلع بسنة أولى لسنة تانية، طلعنا بسنة تانية السنة دي، إحنا السنة دي بندرس سنة تانية اللي كنا بيها السنة اللي فاتت في سنة أولى. معايا حضرتك؟ آه سامعك اتفضل. نزل قرار السنة دي بصرف حافز الإثابة لرياض الأطفال وللصف الأول، طب هي سنتين هي تبع المنظومة الجديدة ولا مش تبع المنظومة الجديدة؟ بس حضرتك أنا متابع الموضوع ده في القاهرة عملوا كشوف الأسبوع اللي فات للصف الثاني الابتدائي هيصرف شهر 10 و11 و12 ده بالنسبة معلومات أنا في القاهرة، ما أعرفش عندكم بقى في سوهاج إيه المعلومات يعني؟ بصرف حافز الإثابة لرياض الأطفال والصف الأول فقط. لا حضرتك يعني حضرتك تعمل مذكرة حضرتك اعمل مذكرة لمدير المدرسة. احنا بنيناها واحنا اللي تعبنا فيها. أستاذنا اعمل مذكرة لمدير المدرسة. حضرتك يجي كل حاجة جاهزة، الدليل جاهز والكتاب جاهز والوسائل احنا سايبينها له في الفصول، احنا طالعين الفصول احنا خدنا المنظومة من أولها. احنا اكتر من 50,000 معلم من الصف الثاني ومعلم على مستوى الجمهوريه حضرتك انا كده محدش فينا طرف لا السنه اللي فاتت ولا السنه دي طب اديني فرصه يا استاذ محمد بس اقول لك المشكله هتتحل ازاي حضرتك المشكله دي كانت في القاهره واحنا خاطبنا دكتور رضا حجازي طلع منشور وصل عندكم في المديريه يمكن هيوصل متاخر ان الصف الثاني الابتدائي ينضم للصف الاول الابتدائي هتصرفوا ان شاء الله 10 و11 و12 ده رقم واحد الوزارة كانت منزلة 1000 جنيه للأسف الإدارات هنا في القاهرة بلغت ب 550 جنيه فقط وأنا بعت رسالة للدكتور رضا على الواتس لسه ما ردش حتى الآن بقول له حضرتك أنت منزل منشور ب 1000 جنيه والإدارات هتقبض المعلمين ب 550 جنيه فحضرتك يا أستاذ محمد ارجع بمذكرة لمدير المديرية في سوهاج هتلقى المنشور وصل وإن شاء الله تحل المشكلة معايا مين تاني؟
ما شكرا. نرجع استاذ نصر لما سيتم في المستقبل. هو احنا بدانا حمله السنه بحمله او بندوه ثقافيه. استاذ محمد الدالي طبعا بيمتعنا في المقر بتاع المؤتمر. استاذ محمد الدالي شاعر كبير طبعا، وسبع دواوين ما شاء الله. بيعمل لنا بقى كل فتره كده كل شهر ندوه ثقافيه، بتبقى هي دي الحاجه الترفيهيه لينا احنا، لان احنا طبعا اعباء الحزب كتير، بيجي لنا مشاكل من كل اتجاه، ونحاول نتدخل في حاجات يعني يمكن بتحملنا عبء جامد يعني. فيبقى الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون بتبسطنا شويه موضوع الندوه الثقافيه ده، بنحاول نوصل برضو من خلالها حاجات للناس يعني معلومات. لا بتقوم يعني بصراحه بيكون فيها ادباء، بيكون فيها ناس يعني محترمين وشعراء، فبيدوا شعراء جزائر شعراء فبيدوا مش كده ولا جزائر دي اللي بتبقى يعني ايه الفاكهه بتاعت الشهر كله. انما طبعا احنا بقى من خلال العمل الخدمي للمنطقه او لحلوانيا او مدينه حلوان، اللي هو الايقاف الطبي اللي احنا قلنا عليها، وحمله لا الادمان دي ان شاء الله هنستمر فيها على طول، وهنعمل نستغل كل اي مقر ينفع للحمله. انا بناشد اي حد عنده اي مقر ينفع للحمله دي يتوجه للامانه بتاعتنا، واحنا ان شاء الله هنقوم من خلال المقر ده بحمله طبيه او قافله طبيه تخدم كل اهل المنطقه ومجانا. اذا الحمله دعوه من حزب المؤتمر ان شاء الله عن لسانا امانه حلوان، ان هو بيدعم علاج المدمنين في اي يتعالجوا بالمجان وسريه تامه. يعني محدش هيعرف يعني اي معلومات. انا بشكر كمان المجموعه اللي في عزبه الوالده اللي هي بتجمع الاسامي دي، طبعا الناس وثقت فيهم وبتديهم اسامي، ده حاجه محترمه جدا، واحنا هنتبنى ان احنا نعالج الناس دي، وما تقلقوش من حاجه ان شاء الله. على الهوا بقول لكم اهو ان شاء الله تقدموا للناس دي واحنا نعالجكم مجانا. هنرجع للاستاذ سيد. استاذ سيد، بما انك يعني من اوائل المؤسسين لحزب المؤتمر في حلوان، يعني الفضل الله عز وجل والفضل ليك بعد الله عز وجل، ايه التواصل اللي بينك وبين القيادات او المسؤولين في حلوان عشان تحلوا المشكلات اللي موجوده للناس يعني؟ تمام حضرتك، هو احنا من خلال الحزب بنحاول نعمل مع كل الجهات التنفيذيه، فاحنا بنطرق كل ابواب الجهات التنفيذيه. وعلى سبيل المثال للحصر النهارده بالتحديد، كنا في حوار مع الاستاذه قائمه باعمال رئيس حي حلوان، وقابلناها في مكتبها وشرحنا لها مشكلات خاصه بعده مشاكل خاصه بنظافه ورشاح وكذا كذا موضوع احنا اتكلمنا فيه، وهي ابدت كافه استعدادها اللي هي في مقدورها هتعمله، واللي هو محتاج اي موافقات اي وزاره قالت انا هخاطب، فاي حاجه تطلبوها انا هقدر اعملها هعملها. طب بالنسبه ردت عليكم في موضوع الرشاح قالت ايه؟ حضرتك، هو موضوع الرشاح يتبع وزاره الري، فالموضوع طبعا احنا دايما بالنادي باللامركزيه. انا ليه بكلمك يعني مقطع كلامك على الرشاح؟ لان هو ده كان السبب. ايوه، او النظافه عموما وما فيهم الرشاح كان السبب في اقاله رئيس الحي اللي قبلها. ايوه وهي صحيح، وهي مسكت مكانها. صحيح، ولكن ما زالت مشكله الرشاح قائمه حتى الان، حتى في حادثه حصلت الاسبوع ده. حادثه اول امبارح. اول امبارح. أيوه. واحد وقع بالعربيه في الرشاح مات، وانقذ ابنه اللي عنده 5 سنوات. هي بصراحه قالت انا شفت، انا انتقلت لمكان الحادث وقالت انا خطبت نائبه المحافظ المنطقه الجنوبيه الدكتوره جيهان، وقالت هي برضه وعدتها ان هي هتتخذ اجراء وهتصعد الموضوع لايجاد حل بديل للرشاح، اللي هو ردم الرشاح او ايا كان الحلول، لان هي برضه هو فعلا الموضوع. معلش من كلامك، الموضوع ده الرشاح ده جغرافيا ما بقاش ينفع في المنطقه دي. هو كان زمان كان في ري زراعه واراضي وحاجات زي كده، انما دلوقتي بقت حوالين منه مساكن، دلوقتي بقى مستخدم في صرف صحي لبعض المنازل، فما ينفعش. الميه اللي فيه غير صالحه للزراعه يعني، ده مصدر وباء جوي. انا قلت كتير 4 5 وهي جت كارثه، في حد مات. فاحنا الصح بتاع الرشاح ده انه يتردم او يتعمل صرف مغطى. طب هو ليه عشان ما هو ليه يا استاذ نصر هنفضل نعيد ونزيد في الموضوع ده؟ احنا اتكلمنا قلنا يعني لا يعني سبب او هيبقى سبب نجاح الدوله هي نجاح الاحياء. طبعا السيد الرئيس اعطي تصريح لرئيس مجلس الوزراء بلا مركزيه، يعني يعمل ما في صالح الوطن. تمام. ورئيس مجلس الوزراء اعطى تصريح للمحافظ بلا مركزيه يعمل ما في صالح المحافظه.
وبالتالي السيد المحافظ عطى تصريح لرئيس الحي ان هو يعمل ما في صالح الحي. تمام. دلوقتي لما رئيس الحي ما عندوش مقدرة يأثر على مسؤول الري يبقى ما فيش هنا لا مركزية. هتضطر ترفع القرار للسيدة رئيس الجنوب، ورئيس الجنوب هترفع القرار للسيد المحافظ، واحد مات يكون 13 واحد ماتوا تانيين. طب ليه؟ طب ما انا كرئيس الحي انا مسؤول امام سيد المحافظ وامام مجلس الوزراء وامام السيد الرئيس ان انا لازم انجح هذا الحي. تمام. فاحنا بنطالب السيد المحافظ يدي صلاحية لرؤساء الاحياء ما يرجعلوش في كل قرار طالما هذا القرار في صالح الحي. يعني اذا لو رئيس الحي عندها صلاحية انها تردم هذا المصرف اللي هو اصبح للصرف المنازل وصرف المصانع، يبقى هناخد اجراء سريع هنحل المشكلة، لان نفس المشكلة دي برضو موجودة عند المعدية بتاع المعصرة. المعدية بتاع المعصرة لحد النيل دي ترعة سيل زي ما احنا عارفين، الترعة دي مسدودة، يعني لو جه سيل هيرد على الاهالي هيغرق المنطقة كلها. فانا كلمت السيد مسؤول النظافة في حي المعصرة قال ده تتبع الري عشان عاوزة معدات ضخمة. فقلت له والله اديني تليفون مسؤول الري. كلمت السيد مسؤول الري قال انا على استعداد انظف بس الحي يحط ايه يعني صناديق. الحي قال انا مش ممانع، لحد الان بقالنا اسبوعين ما نظفش، نظفت ولا اتحط، برغم ان انا قلت اكلم اهالي المعصرة البلد يعملوا مجلس اداره منهم ان هم يتابعوا المنطقه دي محدش يرمي فيها، ويتابعوا صناديق القمامه اللي هتبقى موجوده عشان تفضل نظيفه. فيا ريت يعني دعوه لكل محافظ من السادة المحافظين انه يدي صلاحيات لا مركزية لكل رئيس حي يتخذ اجراء مع الري، لو الري مانع يتخذ اجراء مع التربية والتعليم، وده دوره حقيقي، ده هو القانون بيقول كده، بيقول رئيس الحي هو محافظ في حي، رئيس الحي هو الذي يرأس التربية والتعليم والصحة والزراعة والري. ونتمنى من السيد محافظ القاهرة انه يستجيب بردم رشاح، ده ردم رشاح محافظ وزير التربية التنمية المحلية هو اللي شال رئيس حي حلوان عشان الرشاح ده بالظبط، لما طلع عندنا انا في البرنامج وطلع مع الاستاذ احمد موسى برضه في البرنامج. فدي دعوة حقيقي من خلال البرنامج. طب نرجع تاني يا استاذ سيد، بعد ما قابلته رئيس الحي وكلمته على موضوع النظافة وموضوع اللي هو الرشاح، اتكلمت على موضوع تاني يعني. والله احنا بدانا نفتح معاها في مواضيع كتير، بس طبعا هي من كان وراها كانت لسه جايه من اجتماع، كان في اجتماع النهارده ما حبيناش نسكر عليها، احنا قلنا لها برضه ان ايه وعدت بميعاد اخر نبدا نحدد معاها، لان احنا عندنا موضوعات كتيره في حلوان، واحنا خلاص يعني انتهزنا الفرصه ان هي يعني بصراحه بتسمع لكل الشكاوي وبتوعد بتنفيذها، واحنا شايفين على ارض الواقع فعلا في تغيير حصل في حلوان، وان هي يعني دائمه العمل صباحا مساء موجوده في الشارع بتحاول تشتغل. فاحنا حددنا برضو ميعاد تاني معاها بحيث بقى ان نجهز بقى موضوعات كتابيه عشان نبدا نتابع معاها البند بند، وان شاء الله نحاول نحدث ان شاء الله تغيير ان شاء الله في حلوان ان شاء الله. استاذ نصر، يعني حزب المؤتمر دوره خدمي، هل الاحزاب دورها هو خدمي ولا دورها سياسي؟ هو المفروض ان في قيادات طبعا وفي ناس شغاله في الامانات الحزبيه الوحدات الحزبيه، يعني القيادات طبعا لها دور سياسي لان من خلال الحزب بيبقى في اعضاء مجال الشعب فبيتخذ لهم سلطه في اتخاذ القرار. فالحزب اللي ليه اعضاء، يعني احنا مثلا حزب المؤتمر ليه حوالي 12 عضو في مجلس الشعب، فنقدر من خلالهم لو في اي مشكله بنصعد لحد ما توصل لمجلس الشعب بياخدوا قرار بتنفيذ هذا الكلام يعني في المجلس او بيعرضوا الموضوع في المجلس يعني. مجلس النواب في مجلس النواب يعني. ف انا بس النهارده الزياره اللي احنا عملناها اللي بنوه عليها الاستاذ سيد لرئيسه الحي زياره ناجحه جدا، وقابلناها هي ومدير مكتبها واتكلمنا كمان اضافه للي قاله الاستاذ سيد، طبعا كلامه محترم جدا، انما احنا كلمناها في ان عايزين حلوان في الايام اللي جايه يبقى الشجر مثمر. نحول الاماكن اللي ما فيهاش اشجار نزرع اشجار مثمره. ما انا عارف ان الحزب متبني الجزئيه دي،
واحنا كلمناها فيها الشجره المثمره ومشروع زراعه الاسطح. ايوه بالظبط كده. فانا بصراحه انبسطت في حاجه ان احنا كل ما نيجي نعرض عليها موضوع نلاقي برضو عندها نفس الداتا، فده ريحنا نفسيا حتى ما طولناش معاها. يعني ما جينا عايزين بقى نتكلم لقينا الموضوع يعني هي واصلها نقط معينه من اللي احنا نتكلم فيها، فهي ربنا يعينها لان العبء تقيل في حلوان معنا فعلا. يعني معانا ام منى مره تانية. اتفضلي يا ام منى. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش انا اسفه الخط قطع. لا اتفضلي. انا كنت بس حضرتك بناشد المسؤولين اللي يشوفوا لنا حل، احنا يعني حد يسال علينا ما يخلوناش زي التراب كده مرمين ويسيبونا. عاوزين شغل لجوزي، احنا 10 تنفار حضرتك، عاوزين لهم شغل وهندفع ضرايب وهنرخص القصاره. وحضرتك عشان ما يمشيش غلط، يعني لو مشي غلط ولا يتاجر في المخدرات ولا باع سلاح، حضرتك ترجعوا تحاسبوه برضه وتقولوا عليه لو ماشي وحش. طب حضرتك انا معايا اولاد ومعايا عيال كبيره في مدارس، معناش مصروف ومعناش حاجه يعني اللي احنا نمشي بها نفسينا غير فلوس الشغل. حضرتك يا ام منى هتعملي سياده المستشار متبرع من الحزب، والحزب على فكره مش بتبنى قضيتك لوحدها. انا عرفت من سياده المستشار قبل الحلقه ان الحزب اي حد عنده قضيه ولا يستطيع اتعاب محاماه، سياده المستشار سيد الحداد يعني مشكورا بيترافع في القضيه مجانا، وده برضو من الخدمات اللي بتقدمها امانه حزب المؤتمر في حلوان. فحضرتك هو متبرع، حضرتك الاستاذ صبحي هيعمل له توكيل، من خلال هذا التوكيل هياخد اجراء الحمايه الاول، هيعمل محضر حمايه، ثانيا هيتجه بهذا التوكيل للسيد اللواء علاء رئيس حي قلنا مصر القديمه عشان يجري في اجراءات الترخيص الكساره ليك ولغيرك. وكمان حق الدوله بقى هنطالب الورش ديت عن طريق الحي، عن طريق المحافظه، عن طريق مصلحه الضرايب، ان هي تشترك في منظومه دفع الضرايب عشان ما تضيعش حق. معايا الاستاذ محمد. ايوه اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا بحييكم جميعا والله العظيم، انتوا بتخرجوا الكبت اللي جوانا من المشاكل والاعباء، والسبت الريس بيكافح وبيبذل مجهود عشان يحط الراجل المناسب في المكان المناسب. بالنسبه للساده الوزراء بارك الله فيهم، وبيحطوا القرارات في مكانها، ولكن للاسف الشديد بالرغاء بعد اذن حضرتك مكالمتي ما تتقطعش عشان دي حاجه مهمه جدا. لا احنا حضرتك ما بنقطعش مكالمات والله يا استاذ محمد. نعم ما بنقطعش مكالمات. اتفضل يا استاذ محمد. طب ليه كده؟ حاول تجيبوا الاستاذ محمد تاني. استاذنك بس يا استاذ محمد. ماشي اتفضل. استاذنك بس انا بس رساله بس لام منى. انا بس عايزهم بس يطمنوا وما ينزعجوش. لا احد فوق القانون. ومفيش حاجه اسمها تهديد وهيهدد وهيعمل والكلام ده كله، كل ده مجرد تهديد، ومفيش حد هيقدر يعمل اي حاجه في ظل الدوله واللي بنشوفه من الدوله، وان كل يوم بنلاقي احداث ونلاقي مسؤولين بيتوجهوا لهم اتهام وبيتحبسوا. لا احد فوق القانون. والله انا قلت سياده المستشار، قلت الحلقه اللي فاتت واللي قبلها، لاول مره من 60 سنه مفيش وزير حد قال عليه كلمه. مفيش ما لقيناش وزير في حكومه الدكتور مصطفى مدبولي يقول لك فاسد. مفيش رئيس وزراء بمجهود الدكتور مصطفى مدبولي جايبها من الشرق لغرب، وكمان بالزبط. عامل صفحه لمجلس الوزراء، دي اول مره بيعرض فيها كل يعني احداث مجلس الوزراء طوال الاسبوع، ومخلي كمان اكمل وحضرتك اتفضل، مخلي كل وزاره برضه عامله صفحه، عامل كمان تليفونات للشكاوي في كل هيئه. فاذا والقياده والسيد الرئيس حريص اي عنصر فساد بيضرب، ما بيهموش الشخص او ده مين، وهو ده اللي هيخلي الدوله تقوم على رجليها. وهو فعلا احنا بنوجه كامل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا فعلا بدانا نشتغل في الاحزاب في عهده. قبل كده ما كانش فيه اي مجال ولا اي متسع ان احنا نقدر نشتغل في السياسه. حضرتك سالت سؤال الاستاذ ناصر موضوع الاحزاب، وهي هل هي سياسيه ولا خدميه؟ هي بالفعل هي يعني هي الديمقراطيه، يعني ترمومتر الديمقراطيه هي الاحزاب. فالسياسه ومدرسه السياسه هي الاحزاب. من خلال الاحزاب بنبدا ننشئ جيل. النهارده من خلال المجالس المحليه اللي احنا بنطالب الرئيس بانهاء القانون بتاعها،
عشان خاطر نبدا فعلا ننشئ جيل يعرف يعني ايه مجالس نيابيه. التدريب بيكون من المجالس المحليه، لما ابدا اختلط بالشارع واشوف مشاكل المواطنين ايه انا هبدا اخدمهم بجد. فالاداء بتاعتي في الشارع هي المجالس المحليه. هقدر فعلا يا استاذ ناصر ان انا اراقب المسؤول، اراقب رئيس الحي، حتى لو هو في مشكله ما يقدرش يحلها احنا هنصعدها معاه. احنا النهارده خلاص كلنا في الدوله شركاء في الدوله، محدش هيشتغل لوحده. فمن خلال الاحزاب بنبدا بتفاعلنا مع الشارع نبدا نتلقى شكواهم، وبالتالي بنتحول من حزب للسياسه للخدمي. فهنا بتحول الاحزاب طبعا سياسيه ولكنها خدميه من خلال تفاعلها مع الشارع والجمهور. وده التواصل ما بين هو ده حضرتك بالظبط، هو ده التواصل. ان انا ابدا اتلقى منه فهتفاعل مع شكوته، فهبدا اتحرك، فابدا ادي له الخدمه بتاعته. لو كل واحد، وهي حاجه بتخدم الدوله، وانا فعلا شكرت الدوله برئيسها لانه اتاح الفرصه لانها احنا بنساعد الدوله فعلا في البناء، وهو ما فيش اي حاجه تقدر تمنع حاجه زي كده. فاحنا في السابق ما كانش تتاح لنا الفرصه ان احنا نشتغل ما احنا في السياسه. نتمنى مش حزب بس المؤتمر، نتمنى كل الاحزاب. احنا بندعو كل الاحزاب. ده عمل ده بيسري المواطن المصري والخدمات المصريه. ما فيش اي تعارض بين الاحزاب، كل حزب يبدا يفعل نشاطاته، ده بتعود على المواطن المصري. احنا مش دي حاجه ما تضرناش في حاجه ان الاحزاب كلها تشتغل في الاخر، ده التنميه كلها لمصر جميعا. اما الاحزاب تتنافس مع طبعا عربية. طبعا الاحزاب دي ضروره سياسي. طبعا ظاهره وده اللي عايزينه اصلا، ظاهره صحيه. يعني انا عامل كذا فهو عامل كذا عشان ينافسني، فده في مصلحه مين؟ المواطن. ظاهره صحيه عايزين نتنافس في الشارع، مش تنافس يعني تنافس تنافس لمصلحه المواطن، لخدمه المواطن. يعني انا اعمل خدمه معينه قافله طبيه، فهو يعمل قافله من نوع ثاني، ما ده كله هيصب في مصلحه المواطن. هو طبعًا ده طبعا طبعا. فالحزب الاحزاب عامه اعمالها سياسيه خدميه. ايوه يعني احنا بندعو كل المواطنين بالعمل الحزب والانخراط. مش عمل حزب فقط، ما في عمل حزبي وفي جمعيات اهليه. كل هذه الوسائل هي اللي بتتيح فعلا الخدمه للمواطن. طب احنا بنشكر حضراتكم. شكرا ليك. هو حقيقي وقت البرنامج خلص، ما حسيناش بوقت البرنامج، ما حسيناش حقيقي. بنشكر الساده المشاهدين، والبرنامج ما زال برضه بيتقبل شكاوي المواطنين على صفحه الاعلامي فهمي سرحان. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احسنت يا مشكور.